الممثلة فاطمة وشاي تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، والسبب شيخة. تداولت العديد من الصفحات على تطبيق التواصل الاجتماعي انستغرام يومه الأحد 2 يناير الجاري مقطع للممثلة المغربية فاطمة وشاي تكشف من خلاله عن خلافها مع مخرج حول دور الشيخة. وقالت الممثلة وشاي في الفيديو المتداول: جا عندي مخرج مغربي وعطاني نمثل دور الشيخة في واحد الفيلم مغربي ووافقت عليه، حيت انا كنحترم الشيخات وكيتعتبروا من التراث المغربي الشعبي الاصيل. وتابعت نفس المتحدثة: ومن بعد منين وافقت قال لي واش كتعرفي الدرب البندير، ومنين قلت له لا بقى كيغوت عليا وجاوبته انا عندي غير مع دريب الطر. وخلف الفيديو المتداول ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر مجموعة من متابعيها عن تضامنهم المطلق مع الممثلة فاطمة وشاي جراء الهجوم التي تعرضت له من طرف أحد المخرجين المغاربة. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.